يلفتنا الجمال في كل مكان وتلفتنا كل رائحة عذبة. العطور والجمال شيئان لا غنى عنهما في حياة كل شخص، لهذا عاد لنا من جديد معرض لمسة الملكة للجمال والعطور الذي أقيم في قاعة ليلتي. لمسة ملكة السنة هذه هو لمسة ملكة للعطور والجمال، لأنه تخصص هذه السنة بقسم كبير من العطور اللي شاركت معنا من داخل المملكة ومن خارج المملكة. أهم البراندات، أهم الشركات متواجدة معنا في لمسة ملكة. لمسة ملكة من أهم وأفخم وأكبر المعارض في جدة، له سنوات كثيرة وله مواسم عديدة، وفي كل موسم نحاول إن احنا نجدد ونطور في المعرض. زي ما انتم شايفين واكيد اخذتوا جوله مع عدسه اقرا، المعرض فيه اكثر من 130 مشارك وشركه من عده قطاعات، اهمها قطاع العطور، قطاع الازياء والتجميل، المجوهرات، العبايات. معرض لمسه ملكه جمع اهم الماركات واهم المصممات واهم البراندات تحت سقف واحد في قاعه ليلتي في جده، اللي راح تلاقوا فيه كل ما يهمكم لاستعدادات رمضان والعيد. احنا متخصصين في الخواتم والسبح، ما يميزنا ان احنا اللي نصمم خواتمنا وسبحنا. طبعا مجالنا في الأحجار المشابهة للأحجار الكريمة. الأحجار الكريمة طبعا أحجار مختلفة، منها الفيروز، منها العقيق، أحجار جدا مختلفة. فحنا ما يميزنا أن نسوي ما يشابه للأحجار الكريمة. اخترنا جدة، أول مشاركة لنا في جدة، وإن شاء الله أنها تكون مشاركة ناجحة وموفقة. طبعا لمسة ملكة أتوقع أن إيفنت معروف، المعروف لا يعرف، فقررنا نشارك في جدة إن شاء الله ونشوف عاد، الله يكتب لي فيه الخير. طبعاً إحنا عندنا أكسسوارات تركية مطلية دهب. طبعاً لوك رمضان دائماً ما يكمل إلا بالأكسسوارات أكيد. أكثر شيء يميز أكسسواراتها إن هي مطلية بالذهب، ما يروح لونها أبداً، وطبعاً تقدر تستخدميها بالموية، تتوضي فيها، كل شيء ما يصير لها أي حاجة. وطبعاً الأكسسوارات التركية دائماً معروفة بالأحجار الكريمة. عندنا أكسسوارات يعني في أشياء سيمبل، في أشياء يعني أكثر فخمة تناسب مع الجلابيات. اهتم المعرض هذا الموسم بضم كل ما يخص العطور والجمال في مكان واحد، حيث شارك العديد من المختصين في مجال العطور وعيادات التجميل وتصميم الأزياء والمهتمين بمنتجات العناية بالبشرة، ليقدموا كل ما يليق بالزائر من خدمات وعروض. لي 15 سنة الحمد لله في إنتاج الجلابيات الرمضانية الموسمية عموماً، يعني في رمضان نشتغل من شهر رجب إلى شهر رمضان، إحنا نشتغل بالجلابيات الرمضانية، نشتغل بالخليجيات، نشتغل بالتراثيات، وعندي موديلات مرة حلوة كتير مرتبة طبعاً الحمد لله. طبعاً كلها اختياري أنا، بختار الموديلات، بختار الأقمشة اللي تناسب جميع الأعمار. بنقدم مجموعة من الخدمات التوعوية لجميع منسوبي أهل مدينة جدة. عندنا جهاز كشف على البشرة بيقدر يبين جميع تفاصيل البشرة والخدمات اللي بتحتاجها البشرة، وبيبين صورة بعض الخدمات اللي بتنصح بها طبيبة البشرة يعني فيما بعد العمليات بتقوم بها. بالإضافة إن إحنا عندنا جهاز الإنفيزالاين، ده جهاز تقويم الأسنان. إنفيزالاين بياخد إسكان لصورة الأسنان وبيبين صورة قبل التقويم وبعد التقويم، صورة افتراضية لبعض حالات التقويم. بالإضافة إنه موجود معانا طبيب أسنان بيعمل كشف مبدئي بالإنتر أورال كاميرا، ونقدم تقرير طبي لجميع الحضور هنا هو المتواجدين في المعرض. مشاركتنا علشان نقول للناس إنه مهم إن أنت تعتني بنفسك، ومهم إن أنت تعتني بنفسك كمان. عندنا خدمات نقدمها للنساء، للرجال، خدمات حتى للجسم، للبشرة، للشعر، لكل حاجة تخص الجمال والبيوتي. يعني اكتمل الجمال في هذا المكان وبالوجهة الطيبة هذه وفي الشهر الكريم، أنا سعيد تواجدي. حقق المعرض لهذه السنة تقدم ملحوظ، حيث شهد المعرض إقبالاً واسعاً للزوار في يومه الأول، والذي يؤكد نجاحهم في كل موسم. لقناة اقرأ، لميس الغامدي، جدة.